الخائن في تركيا، مش اقعدوا في البيوت، مش حزب الكنبه هنجي لك احط لك الاكل في بقك وتقول لي بالراحه عليا، الله ينتقم منهم يا رب. مش انزلوا اقعدوا في مكان يجي يخلصوا عليكم، لا. هو هتقول لي طب ما هو بيضربنا بيموتنا، ايوه بس خش، ما فيش حاجه هتجي لك كده وانت قاعد مروق كده، لا والله ابدا. ما فيش بقى حاجه اسمها تفاوض، ما فيش حاجه اسمها طب نشوف هم عايزين ايه وانتوا عايزين ايه، طب نحقق لكم اللي انتوا عايزين، لا والله العظيم دول ارجل واجدع من دقون العره بتاعتك يا برهامي، انت واللي معاك يا مجرم يا خاين، دقون عره يا سفله. ولسه لا عقوبه الا بذنب، لا عقوبه الا بذنب. كان عمل ايه الاخ مرسي؟ الله يفك حبسك يا رب. دلوقتي شوف الصحفيين فين، اللي في كل واحد في بقه جزمتين مش جزمه واحده، والاتنين رايحين الصحراء دخلوا عليهم جوه وجابوه. ولسه ولسه ياما هتشوفوا مصر، ياما هتشوفوا مصر وكده ان شاء الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. كم واحد قتلوهم العسكر المجرمين من بالليل لغايه دلوقتي؟ بيقولوا 60 واحد. انتهى الانقلاب خلاص ب60 غير الجرح. بس هنا بقى ما شاء الله كانوا رافعين شعار رابع، قال لك ايوه الحمد لله رب العالمين.